الغوالي طلبة أساس الإعدادي، حياكم الله بشرح الحلقة الثالثة من سلسلة قواعد الوحدة السادسة. محاضرتنا اليوم راح نتكلم على نوعين من أنواع المبني المجهول، اللي هو الأنواع الأخيرة. اتكلمنا بالحلقة الأولى عن المضارع البسيط والماضي البسيط، اتكلمنا بالحلقة الثانية عن المضارع المستمر والماضي المستمر. بهاي الحلقة راح نتكلم عن المستقبل البسيط والمضارع التام البسيط، اللي هي تعتبر الأنواع الأخيرة بالنسبة للمبني للمجهول. اتكلمنا بالحلقات السابقة أن المبني المجهول يجينا عليه درجتين بالوزاري، تمام، وغالبا يجي 4 درجات، يعني كل 5 سنوات 6 يلا يجي مرة 4 درجات. أنت تركز على أساس أنه يجيك درجتين. بهاي الأنواع راح نتكلم بالجزء الأخير، اللي هي الحلقة الأخيرة راح نتكلم بها عن الدايجرام الخاص بالمبني المجهول، وشو راح تتعامل وياه، ووين تركز بالضبط حتى نختصر عليك الدرجات وبنفس الوقت ما تصير هواية صعبة عليكم. أوكي، حلقتنا اليوم اللي هو النوع الخامس من المبني المجهول، اللي هو المستقبل البسيط Future Simple Passive. اتكلمنا بيه المحاضرات السابقة، لازم أول خطوة نعرف اسم الموضوع. قلنا اسم الموضوع هو الباسيف، كلمة باسيف يعني المبني للمجهول. شلون اعرف النوع حسب الأدلة؟ كل نوع له أدلة خاصة، بعدها انطلق بخطوات الحل. الأدلة اللي تابعة لزمن المستقبل البسيط اللي هو Future Simple Passive، اللي هي كلمة tomorrow، كلمة will ومهمة جدا كلمة will، وكلمة if و in the future. tomorrow will if in the future. الأدلة 4، خطوات الحل 3. اولا نقدم المفعول به، تيجي على جملة السؤال يا المفعول به اللي هو الكلمة الرابعة والخامسة، الكلمة الرابعة والخامسة اللي موجودة بجملة السؤال تسحبهم وتنزلهم. بعدها تكتب will be، ايش تكتب؟ will be. وبعدها نحول الفعل الى التصريف الثالث. اول خطوة ننزل الكلمة الرابعة والخامسة، هاي نعتبر object اللي هو المفعول به. بعدها تكتب will be، هنا ماكو مفرد وجمع، مباشرة will be. وبعدها تحول الفعل للتصريف الثالث. الفعل وين تلقاه؟ اذا ما ينطيكها بين قوسين تلقاه بعد كلمة will. ليش اقول لكم ركزوا على كلمة will؟ كلش مهمة. ننطلق بالامثلة. اولا somebody will pay the bill tomorrow. use the correct form of passive. هذا 2015-2019 وزاري. يقول لك somebody will pay the bill tomorrow. use، استعمل the correct form of passive. اول خطوه انا بدي اعرف اسم الموضوع، عرفته مبني المجهول باعتبار هذا النوع الخامس، يا نوع من انواع المبني المجهول. النوع الخامس شلون عرفته؟ عن طريق كلمه will، هذا الدليل الاول، وعن طريق كلمه tomorrow، هذا الدليل الثاني. اذا انا بالنوع الخامس. خطوات الحل، نقدم المفعول به اللي هو الكلمه الرابعه والخامسه، 1 2 3 4 5، اللي هو شنو راح يصير؟ the bill اللي هي الفاتورة. اوكي، بعدها تكتب will be، will تاخذها من جملة السؤال، وبعدها كلمة be. ليش؟ حتى تتحكم بالفعل يكون بصيغة التصريف الثالث. هنا التصريف الثالث ذكرنا، ركزوا على التصريف الثالث وضبطوا افعال الشاذة اللي هي 40 فعل، حتى تعرفون كل فعل شلون تتعاملون وياه. the bill will be، تمام، بعدها نحول الفعل الى التصريف الثالث، هاي كلمة will. الكلمة بعدها pay من ضمن الشواذ اللي هي اول 20، اللي هي الواي يقلب الى اي ونضيف دي، تمام، paid. the bill will be paid، واكتب كلمة tomorrow، ينتهي الجواب. the bill will be paid tomorrow. هذا اول مثال. المثال الثاني، somebody will grade our homework over the weekend. 14 15 18 21، 4 سنوات وزاري. عرفتوا هذا النوع؟ ما احتاج اكتب لكم، الناس استخدم الشكل الصحيح للمبني المجهول، بس حدد نوع المبني المجهول اللي هو عن طريق كلمة will، تمام، عرفنا انه هذا النوع الخامس. هذا النوع الخامس، ننزل الكلمة الرابعة والخامسة، نبدي نحسب 1 2 3 4 5. Our homework. بعدها اكتب will be، ناخذ كلمة will من السؤال، will be. وبعدها اجي على هاي الكلمة البعد will، اللي هو الفعل تحول التصريف الثالث، نجي على كلمة grade. هاي كلمة grade موجودة من ضمن الافعال الشاذة، الجواب لا، اذا نضيف لها دي، will be graded.
وأكمل over the weekend. Over the weekend. المثال بعد أجل 2018 somebody will clean the house every Saturday. عن طريق كلمة will عرفت أن أنا بالنوع الخامس من المبني المجهول. الأنواع المهمة وذكرت لكم إياها بالحلقة الأولى راح نتكلم عليها بالحلقة الأخيرة على شنو تركز وشون تتعامل مع المبني المجهول. أوكي نزل the house اللي هو الكلمة الرابعة والخامسة. هذا 2018 جاي وزاري the house will be. بعد will أكو فعل رئيسي هذا فعل مساعد هذا فعل رئيسي clean. نحوله تصريف ثالث موجود بالأفعال الشاذة الجواب لا نضيف لأيدي cleaned وننزل كلمة every Saturday. أوكي every Saturday. المثال الأخير بهذا النوع اللي هو الترتيب. انتبهوا بكل نوع عندنا جمل ترتيب عندنا جمل شيني ترتيب. 2024 بالتمهيدي اجت جملة ترتيب مال زمن المضارع المستمر. المضارع المستمر يعني اذا ما يريد يجيب لك نظام الاي ولا يريد يجيب لك نظام البي اختيارات يجيب لك نظام ترتيب. يعني جملة جاهزة بس ترتب كلماتها حسب المعنى فهي لازم تحفظهم. 2023 the house will be sold before the end of the year. سيباع المنزل قبل نهاية السنة. The house will be sold before the end of the year. اكتب هذا الجواب 10 أو 15 مرة حتى تعرف موقع الكلمات من تريد تجاوب بالأسئلة الوزارية. أوكي هذا بالنسبة للمستقبل البسيط. النوع اللي بعده اللي هو شنو الزمن المضارع التام البسيط اللي هو present perfect passive. present perfect passive هذا النوع شلون نعرفه بالوزاري شلون نعرفه اذا جاء المبني المجهول. هذا النوع نعرفه اذا اكو بالجمله have او has زائدا تصريف ثالث او اكو كلمه just او اكو كلمه never او اكو كلمه ever اكو كلمه yet so far since or for. هاي الانواع او هاي الادله تابعه للزمن المضارع التام اللي هو present perfect passive. لما الموجودة بالجملة واحدة من هاي الكلمات يعني انت بهذا النوع. خطوات الحل كذلك نقدم المفعول به اللي هو الكلمة الرابعة والخامسة. اوكي بعدها نكتب have او has بعدها نكتب been بعدها نحول الفعل الى التصريف الثالث. نحول الفعل الى شنو الى التصريف الثالث. اعادة الخطوات كلمة الرابعة والخامسة بعدها تكتب have اذا فعلك جمع مو فاعل جملة السؤال الفاعل اللي انت نزلته اللي هو ايه هاي الكلمة الخامسة هي تقرر. اذا مفرد تستخدم has واذا جمع تستخدم have. تكتب كلمة بن بعد ما كتبت هاي تبدي تحول الفعل للتصريف الثالث اوتوماتيكيا الفعل بهذا النوع اذا موجود have و has كأدلة ها هو الفعل اللي وراها مباشرة جاهز تصريف ثالث. تذكرون اخذنا احنا بالوحده الخامسه قلت لكم اكو قاعده باللغه الانجليزيه انه الفعل الرئيسي اللي موجود بعد have او has او had هو يكون شنو تصريف ثالث يكون شنو تصريف ثالث. تمام زين نجي للامثله. عندنا مثاليا somebody has stolen my wallet. هذا 2017 somebody has stolen my wallet. أول خطوة شلون عرفتوا هذا مبني مجهول النوع السادس عن طريق كلمة has. عن طريق شنو كلمة has عرفنا. زين نجي ننزل الكلمة الرابعة والخامسة my wallet. my wallet بعد أكتب has أو have. has أو have. زين أستاذ أنا شلون أعرفها مفرد وجمع my wallet. هذا آخر حرف S. إذا S ما يتلاقى مع ال S يعني ها wallet يعني مفرد لو قال wallet يعني جمع. هسا أبين لكم شلون. فراح أكتب has لأن مفرد. فرضا نقول هاي wallet يعني محفظات wallet فال S بال S ما يتلاقون بالإنجليزي كفاعل وفعل ما يتلاقون. تشوفون S ب S ما تصير. لو موجود ال S لازم أكتب have. لازم أكتب شنو have. بعدها أحول الفعل للتصريف الثالث هو كلمة has هو وراها جاهز stolen. stolen تمام my wallet has العفو
قبل ستولن، قبل ستولن عندنا كلمة بن، بن وبعدها ستولن، بعدها شنو؟ ستولن. My wallet has been stolen. أول خطوة نزلت الكلمة الرابعة والخامسة، بعدها نزلت كلمة has، بعدها بن، بعدها شنو؟ تصريف ثالث. بعد الهاز والهاب مباشرة تصريف ثالث. هذا 2017. هذا المثال اللي بعده ترتيب، اجى 18 و19 و22 و23. كذلك تكتب 10 مرات او 15 مرة، الغاية تعرفون اماكن الكلمات. The stairs have been repaired to avoid accidents. تم تصليح الدرج تجنبا للحوادث. The stairs have been repaired to avoid accidents. هذا بالنسبة لشرح الحلقة الثالثة من سلسلة قواعد الوحدة السادسة. إن شاء الله ما طولت وياكم بالفيديو، وتحياتي لكم.